السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الحميد عبد الكريم من قرية كلي، بعتذر من تركيا قيادة وشعبا عن الأمر اللي صار بالمظاهرة. بتشكر الدولة التركية قيادة وشعبا على وقوفهم جانب الثورة السورية والشعب السوري. بتشكرهم أيضا على إيواءهم لأهلنا بتركيا. بدنا نوضح حقيقة صارت بالمظاهرة. الأمر تم بغير وعي. الأمر تم من قبل عملاء النظام المندسين بين المظاهرات بشكل عام. استغلوا حماس المتظاهرين، طالعوا الصورة وحرضوا الناس على حرق الصورة، واستغلوا حماسنا لأنه كنا متحمسين تجاه ما جرى من قتل وتشريد في ريف إدلب وريف حماة، وتم حرق الصورة بغير وعي باستغلال حماس الناس من قبل عملاء النظام المندسين. بكرر اعتذاري مرة ثانية للدولة التركية قيادة وشعبا. شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم.